You don't like? Alas! مرحبا جميعا، انا اسمي تاريخ من اريتريا، ولدت وعشت في العراق وجيت على عمان بالسنه 2013 وقضيت سنه كامله بعمان بدون اصدقاء بدون اي اصحاب، بس بعد ما تعرفت على ناس اصحاب اردنيين عراقيين وسودانيين من كافه الجنسيات. قال لي شو رايك انه تتطوع وتساعد ناس في منظمه خيريه وتساعد عوائل محتاجه؟ قلت له خلاص عادي بنروح ونجرب الفكرة. فروحت واشتغلت وساعدت الناس وشفت كيف انه مرات انه احيانا لازم انك تساعد الناس، يعني تكون عطاء عشان يعني وبدون اجر. خروجنا من العراق انه الدار اللي كنا قاعدين فيه ان قصف بحوانات، ما اضطرينا انه نخرج ونطلع بسرعة. الشيء اللي خلاني اساعد الناس انه انا صار معي اشي وانا كنت بغداد، اللي هو انه الدار انقصف تبعنا وكل شيء خسرناه، ومع ذلك خسرنا الاخي الصغير اللي هو عمره 6 سنين اللي فقدناه في العراق. التجربة اللي خلتني انا مريت فيها بغداد خلتني احس بالناس الثانيين قديش انهم هم محتاجين، قديش انه مرات احيانا لازم انت تمر بتجربة يلا تحس بالثانيين. يعني زي ما بيحكي المثل، الايد بالمي الحار مش زي الايد بالمي بارد، يعني زي الواحد شخص مرتاح مش زي الشخص التعبان يعني المجروح. هذا الاشي اللي خلاني هل النجاة في تعاوننا أم في تفرقنا؟ كما يعلم الجميع فإن المناخ في هذا الزمن ليس كالمناخ في الماضي. في هذا الزمن كثرة الفيضانات وموجات الجفاف، وهذا يدفعنا إلى سؤال أنفسنا: هل نجتذب المياه أم نحاربه؟ هل الطبيعة تضرنا؟ أنا أؤمن أن الطبيعة كالمرآة، فهي تعكس أفعالنا عليها. إذا آذيناها فنحن المتضررون، وإذا احترمناها فنحن المستفيدون. رعاية الطبيعة ليس عملا ينجزه شخص واحد، بل يتطلب التعاون والاتحاد بين الجميع. كمثال على ذلك سوف أريكم قصة بين قريتين متنازعتين على عين ماء، وكيف أدى اتحادهم إلى تخطي أزماتهم. لساعة الأرض جافة، مشاكلنا مع القرية مستمرة. طيب أنا شو أعمل؟ مي ما عنا، أكل ما عنا، ما في غير حل واحد، إن نروح على القرية اللي بجنبنا وساوي معهم صلح، بس رح يقتلوني. بس ما أتحمل أنا عطش وجوع أهل قريتي، فلازم روح. أنا رح أروح على ولو على حساب بروحي، فالفرد للمجموعة والمجموعة للفرد. يا الله الشمس حارة، عم شوف من بعيد في مي. لا والله يمكن عم بتوها. بدي احفر هاي الارض واطلع منها مي، بس مستحيل يصير هذا الشيء. ما عندنا لا آلات ولا تقنيات ولا ادوات للحفر. بدي اقوم اروح على القرية اللي جنبنا واخذ من عندهم دعم. طيب رح يقتلوني، مشاكل والحروب لساتها مثل ما هي. لا بدي اروح لو كانت على حساب روحي. أهلين بأخي، أهلين بجاري، جيت اليوم لحتى نتوحد سوا نتعاون. أهلين بأخي، أهلين ابن لحمي ودمي، أنا كمان جيت مشان كمان نحل المشاكل اللي صارت بيناتنا سوا. شو رأيك نمسح الحدود يا صاحبي ونخلص من هالقصة؟ نمسح الحدود شي أكيد مشان نتوحد. يا عم السلام.
تعلمنا في هذه القصة التضحية من أجل الجميع والتعاون والاتحاد، وعلمنا أيضا أن تغير المناخ لا يعرف حدودا، فباتحادنا نستطيع الحفاظ على البيئة وعلى أنفسنا. في الختام أريد أن أقول لكم إن الأرض غنية بمواردها، فباتحادنا ستكفينا جميعا، وفي حال تفرقنا فلن يستفيد أحد. مرحبا، أنا اسمي ريتا، أنا من بلدة اسمها بغداد من العراق. حياتي كانت كلش زينة، كانت كلش حلوة، ما كان عندي أي هموم، عائلتي كانت عايشة بخير بسلام، كنا مرتاحين. في يوم 6/8/2014 بلدتنا أصبحت خالية من البشر على أثر دخول عصابات داعش إلى البلدة، وآثار القصف والهجوم الذي حدث جعلنا نخرج. خرجنا بأنفسنا فقط، تاركين خلفنا بيوتنا، أحلامنا، آمالنا، مخططاتنا للمستقبل. توجهنا إلى إقليم كردستان الذي كان الأكثر أمانا. عانينا الألم، عانينا الخوف، رحنا إلى مكان لا نعرف أحد فيه، ليس لدينا مكان، أصبحنا تائهين في الشوارع. ثم توجهنا إلى منطقة اسمها جقلاوة. في هذه المنطقة استقبلتنا الكنائس في قاعاتها، كنا ما يقارب 700 عائلة في قاعة واحدة نعيش تحت سقف واحد. شاركنا الآلام، عانينا الخوف، المرض، الجوع، القلوب كانت تعتصر من الألم، لأن كنا مجرد أناس بدون أي قوة، بدون أي شيء، أي أحد يسندنا، كنا وحيدين. اختبرنا الغربة، اختبرنا الوحدة، اختبرنا اليأس اللي دمرنا، اللي أخذ كل قوتنا. لكن كان هنالك الأمل. الناس في شقلاوة كان الذي فعله كان خلف توقعاتنا أو تخيلاتنا. تلقينا الحب، تلقينا الدعم، تلقينا الاهتمام اللي جعلنا نصير أقوى، اللي خلانا نسند نفسنا حتى نمشي خطوة إلى الأمام، حتى لا نيأس. أعطانا الأمل للمستقبل، جعلنا ننظر للحياة بصورة أفضل. في فترة من حياتي كنت شخصا فاشلا ولا يهتم في أي شيء أبدا، لا يعرف معنى السعادة الحقيقية ولا معنى الفرح. أول تجربة لي في حياتي أخضعتها مع قدوم اللاجئين المهاجرين إلى بلدتنا. تعلمت إن العمل الجيد أحسن من التكلم الجيد. شعرت بهم فساعدتهم، تألمت معهم، رأيت نفسي فيهم فمسكت أيديهم. من رغم صعوبة الحرب إلا أننا وجدنا الحب فيها، وجدنا الوحدة فيها، فالصعوبات تجمعنا ولا تفارقنا.